هيدي الخيمة الصغيرة اللي شايفينها هيدي هي مصدر عيشنا وعم نسترزق منها. هم نبيع بطيخ وهم نبيع حمص وهم نبيع الفول والعرانيس والتقمص. نحن رايحين عند داليا هالصبية الحلوة اللي قررت توقف حد بيع وتساعده. داليا بتفتخر إنها بنت بيع العرانيس. خلينا نتعرف عليهم سوا. مرحبا واضح، أنا اسمي داليا، عمري 21، عم بدرس أول سنة جامعة أعلام، وأنا بشتغل مع بيي بهيدي الاستراحة. في أنا هم الوحيد إنه بكون عم ساعد بيي لأنه قدم لي كتير من قبل وبعده لهلا عم بقدم لنا. أنا فخورة إني بنت بيع العرانيس، والشغل مش عيب، العيب إنه نمد إيدنا على الحرام أو نطلب من حدا شيء. هلا داليا حتخبرنا بالضبط كيف بتحضر. هيدا فول مدمس، هيدا بياكلوه مع كمون وحامض. يلا ملح كمون. هيدا المحل بيعنيني كتير، في ذكريات خاصة في أنا وخي الله يرحمه، كمان كتير في ذكريات. بس الزبونات كتير يكونوا لطيفين معي. ما بتذكر إنه شي مرة ضيقت حدا، ضيقني بشي كلمة أو بمعاملة، بالعكس بيكونوا كتير محترمين ولطيفين. خبرنا أنت زبون هون؟ إيه دايما بنجي عند داليا. وشو رأيك بشغل داليا؟ كلنا بنشجعها مش غلط، بتشجع كل الصبايا لازم، ونحن بتشجعنا إلنا كمان. خبرنا داليا ست الكل. داليا داليا بلشت يعني بالعشر سنين 12 سنة. داليا هي وخيا مطرحي هون، وداليا يا كل البنات مثلها بيشتغلوا مثل ما بتشتغل داليا، وكل واحد هيك عنده بنت يتركها تروح تشتغل بنشاط بحيوية. يعني قد ما فيي علمتهم علمتهم، عرفت كيف، وهن صار هي صارت تساعدني لنكفي تكفي علمها وتعمل صحفية، بدي كفي لها علمها لو بدي بيع بيتي. أنا بشجع كل بنت أو كل شاب برمو على الشغل أكيد حيلاقوا، مش يقعدوا ويقولوا إنه ما في شغل، لازم تتعب لتوصل. Thank you داليا. أهلا وسهلا. Thank you، انبسطنا فيك كتير. وأنا بالأكبر. وإن شاء الله بتضلي هيك بهيدي القوة. حبيب. وضل عندك هيدا الروح الحلوة والضحكة الحلوة، وإن شاء الله كل الصبايا والشباب يتشجعوا إنه يشتغلوا إنه يكافحوا. فThank you، وأنا كتير بدي أتشكرك. بدي أتشكرك. Thank you، ونشوفكم قريباً. باي باي.